عزيزي الطالب، مساء الخير. إذن يتجدد اللقاء، ومن خلال هذه الحصة ستكون تتمة لما قد بدأناه على مستوى استهلاك المادة العضوية وتحرير الطاقة. ومن خلال الفيديو الأولى طرحنا واحد السؤال: بعد عملية انحلال الجليكوز على مستوى الجبيلة الشفافة، قلنا ما مصير الحمض البيروفيك؟ إذن مصير الحمض البيروفيك في هذه الحصة غادي نحاول ما أمكن ندرسوا الحالة للخلية غادي تستعمل ما يسمى بمسلك التنفس الخلوي. إذن دراسة هذه الحصة تتعلق بظاهرة التنفس الخلوي. إذن عندما تتوافر الظروف الملائمة، يعني وجود الأكسجين ما يسمى بوسط حي هوائي، طبيعة الحال وجود المستقلب اللي هو الجليكوز، ووجود الأنزيمات النوعية، في هذه الحالة الخلية تتطرق إلى مسلك التنفس الخلوي. إذن ما تعريف هذه الظاهرة؟ التنفس الخلوي هي ظاهرة استقلابية تتم من خلال مجموعة من التفاعلات الحيكيميائية المحفزة بواسطة أنزيمات نوعية، يتم خلالها انحلال كلي لجزيئات الجليكوز بوجود الأكسجين. خلال هذه الظاهرة يتم إنتاج كمية مهمة من جزيئات الATP ومواد غير معدنية غير طاقية المتمثلة في فضلات التنفس، وهي ثنائي أكسيد الكربون وجزيئات الماء. يمكن القول أن ظاهرة التنفس الخلوي تتم على مرحلتين: مرحلة على مستوى الجبيلة الشفافة، ومرحلة تتم على مستوى عضي مهم يسمى بالميتوكوندري. إذن لنتطرق إلى المرحلة الأولى على مستوى الجبيلة الشفافة. إذن خلال هذه المرحلة الجليكوز يتعرض إلى مجموعة من التفاعلات في غياب الأكسجين. هذه التفاعلات محفزة بواسطة أنزيمات نوعية على مستوى الجبيلة الشفافة. وللتذكير، فإن الجبيلة الشفافة فهي منطقة من السيتوبلازم ليس بها عضي. إذن المرحلة الأولى على مرحلة على مستوى الجبيلة الشفافة. إذن جزيئات الجليكوز تتعرض إلى مجموعة من التفاعلات: C6 H12 O6. إذن خلال هذه المرحلة كنحصلوا على جزيئتين من الحمض البيروفيك وإنتاج جزيئتين من الATP. واختزال ناخلين من نوع Na+. إذن جوج Na+ كتعطينا جوج Na+. إذن هذه مجموعة هذه التفاعلات راهم شفناهم يعني في الفيديو الأول خلال مرحلة انحلال الجليكوز. إذن لمعرفة تفاصيل هذه التحولات يجب الرجوع إلى هذا الفيديو لمعرفة جل التفاصيل، ولكن بالنسبة لكم أنتم مطالبين بمعرفة الحصيلة ديال هذه التفاعلات على مستوى الجبيلة الشفافة. إذن أشنا هي الحصيلة الطاقية؟ الحصيلة الطاقية على هذا المستوى هي إنتاج جزيئتين من الATP واختزال ناقلين من نوع NADH+ وإنتاج جزيئتين من الحمض البيروفيك. الحمض البيروفيك كمادة عضوية غنية بالطاقة. إذن مصير الحمض البيروفيك سيستمر
في مجموعه من التفاعلات لكي تتم عمليه الهدم. هذه التفاعلات تتم على مستوى واحد العضي يسمى بالميتوكوندري. وقبل التطرق الى مجموع هذه التفاعلات، لنقم برسم تخطيطي لعضي الميتوكوندري. اذا الرسم التخطيطي، انتم مطالبون ايها الطلبه يعني انكم تقوموا بالرسم لهذا العضي خلال مرحله الامتحان. اذا الرسم التخطيطي للميتوكوندري. إذن هذا العضي يمكن لنا رسموه على الشكل التالي. إذن يتكون الميتوكوندري من غشاءين، غشاء خارجي غشاء داخلي. هذين الغشاءين يحصران حيزا يسمى بالحيز البيغشائي. إذن هذا هو الحيز البيغشائي. نجد أن الغشاء الداخلي يعني يتموضع داخل الميتوكوندري بتكوين ما يسمى بمجموعة من الأعراف. إذن هنا عرف. إذن بين هذه الأعراف يتواجد ما يسمى بحيز الماتريس. ماتريس. إذن عزيزي الطالب، هذه هي مجموعة فوق بنية الرسم التخطيطي الميتوكوندري اللي مطالب أنك تعرفها، وإلا طلبوها منك في الامتحان إذن مجبر أنك يعني ترسم هذا الرسم التخطيطي. الآن ما دور هذا العضي على مستوى ما تبقى من تفاعلات الحمض البيروفيك؟ إذن قلت بأن الحمض البيروفيك اللي انتجنا على مستوى الجبلة الشفافة غادي يتمم تفاعلات الانحلال ديالو على مستوى الميتوكوندري وبالضبط على مستوى ماتريس الميتوكوندري. وفي هذه الحالة يمكن لنا نقسم مراحل انحلال الحمض البيروفيك على مستوى الميتوكوندري إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التي يتم من خلالها تحول الحمض البيروفيك إلى أسيتيل كوانزيم أ، والمرحلة الثانية من خلالها الأسيتيل كوانزيم أ المتكون غادي يدخل في واحد مجموعة من التفاعلات تسمى بدورة كريبس. من بعد هذه التفاعلات دورة كريبس ما نتج عنها سيجعلنا ندرس المرحلة الثالثة والمسمات بالسلسلة التنفسية. إذن سنتطرق إلى المرحلة الأولى من انحلال الجليكوز من انحلال الحمض البيروفيك على مستوى ماتريس الميتوكوندري. إذن بعد إنتاج الحمض البيروفيك على مستوى الجبلة الشفافة، هذا الأخير سيستمر في عملية الانحلال على مستوى عضي الميتوكوندري، ومجموع التفاعلات اللي كتقوم على مستوى هذا العضي في الماتريس قلنا بأننا يمكن لنا نقسمها إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، إذن عزيزي الطالب يمكن لك هنا ترد البال أن على مستوى انحلال الجليكوز نتج ليا جزيئتين من الحمض البيروفيك. إذن كل جزيئة غادي تعرض نفس مجموعة من التفاعلات. إذن أنا غادي نقوم بدراسة جزيئة واحدة وغادي نشوف في الأخير غادي نديرو عندما نقوم بالحصيلة الطاقية، راه بطبيعة الحال غادي نحسبو الجزيئة الثانية. إذن غادي تفترض معايا أن جزيئة واحدة من الحمض البيروفيك دخلت إلى الماتريس ديال الميتوكوندري. بطبيعة الحال هنا أريد أن أشير بما أننا في وسط حي هوائي
هنا دخول ديال الاكسجين الى الميتوكوندري. وهنا كاين واحد المساله مهمه اريد ان اشير اليها. هنا غادي حاول ما امكن ترد البال على اي مستوى من المراحل الثلاث سيتدخل الاكسجين. اذا غتلاحظ معايا بان الاكسجين ما غاديش يدخل في هذه المرحله الاولى. اذا دخول الحمض البيوريفيك الى ماتريس الميتوكوندري، سيتفاعل هذا الاخير مع كوانزيم ا، اذا غادي نحصل على ما يسمى بالاسيتيل كوانزيم ا CH3CO كوانزيم ا. اذا هذا التفاعل مقرون بتفاعلات مزاوجه. اشنا هي التفاعلات؟ لاحظوا معايا، عندما يتفاعل الحمض البيوريفيك مع الكوانزيم ا، هنا انتزاع اول جزيئه من الكربون، اول فضلات التنفس. هذا التفاعل مقرون كذلك بتفاعل مزاوج اللي هو اختزال الناقل NAD+ الى NADH H+. اذا لا بد من الحمض البيوريفيك لكي يستمر في التفاعلات المقبله ان يتحول الى الاسيتيل كوانزيم ا على مستوى الماتريس. هذا الاخير سيقوم كذلك او الدخول في مجموعه من التفاعلات لكي يتم انحلال الشق الاسيتيل. هذا الشق الاسيتيل اللي هو سي او، هذا الشق الاسيتيل سيتم هدمه بواسطه مجموعه من التفاعلات تتم كذلك على مستوى الماتريس الميتوكوندري. وستشكل هذه الحلقه المرحله الثانيه التي ستتم عبر دوره كريبس. ودوره كريبس هي مجموعه من التفاعلات المحفزه بواسطه انزيمات نوعيه التي سنتطرق لها خلال المرحله الثانيه. إذن بعد تشكل الأسيتيل كوانزيم أ في المرحلة الأولى، قلنا بأن هذا الأخير سيدخل في مجموعة من التحولات أو التفاعلات دائما على مستوى ماتريس الميتوكوندري. هذه التفاعلات يعني نسميها بدورة كريبس. إذن هذه المرحلة تشكل المرحلة الثانية. إذن بالنسبة للأسيتيل كوانزيم أ، لكي يتفاعل مع مجموع احماض دوره كريبس، لاحظ معي عزيزي الطالب ان تفاعلات دوره كريبس لا يمكن ان تنطلق الا اذا تفاعل الاسيتيل كوانزيم ا مع حمض من احماض كريبس يسمى بحمض الاوكسالو اسيتات. اذا هذه يعني معلومه مهمه. إذا حمض الأوكسالو أسيتات يتفاعل مع الأسيتيل كوانزيم أ، نحصل على حمض وهو مركب من ست كربون يسمى السيترات. لذلك فإن حمض السيترات يعتبر كمنطلق لدورة كريبس. إذا لاحظوا معايا أن تشكل السيترات من خلال تفاعل أسيتيل كوانزيم أ مع الأوكسالو أسيتات، نتحول من سيترات مركب لست ذرات الكربون الى مركب له خمس ذرات الكربون. ماذا حصل على هذا المستوى؟ اذا هناك تفاعل ازاله الجزيئه الاولى من ثنائي اكسيد الكربون. هذا التفاعل مزاوج بتفاعل اختزال ناقل من نوع NAD+ الى NADH H+. المركب سي 5 يستمر في تفاعلاته الانحلالية ليعطي مركب سي 4. نفس العملية، إزالة جزيئة من الكربون واختزال ناقل NAD+ إلى NADH H+. إذا لاحظ معي عزيزي الطالب، وصلنا إلى المركب رقم 4. هنا يقع تفاعل مميز ويميز دورة كريبس. هو ماذا؟
هو تاع فوسفور جزيئه من الاي دي بي الى جزيئات الاي تي بي. اذا ماذا نلاحظ؟ تركيب جزيئات اي تي بي خلال دوره كريبس واحده. المركب سي 4 يتعرض الى تفاعلات الاكسده، وهنا يتدخل ناقل من نوع جديد يسمى الاف A دي بلس فلافين ادينين دينيكليوتيد، الذي يختزل الى اف A دي اتش 2. المركب سي 4 لا زالت به بروتونات والكترونات، سيستمر في اكسدته، وهنا سيتدخل الناقل المعروف لدينا اللي هو ال ان A دي بلس، الذي يختزل الى ان A دي اتش اتش بلس، لنحصل على المركب السي 4 اللي هو في الاصل الحمض الاوكسالو اسيتات البدئي. وبذلك نقوم بدورة كريبس، من خلالها ان الشق الاسيتيل تعرض الى مجموعه من الانحلالات، يعني الجزء الكلي للشق الاسيتيل يعني قد انحل كليا. اذكر مره ثانيه ان هذه التفاعلات تتم بواسطة انزيمات نووية. اذا عزيزي الطالب تذكر جيد اننا انطلقنا على مستوى انحلال الجلوكوز جزيئتين من الحمض البيوريك، وهنا قمنا بانحلال جزيئة واحدة، نفس العملية كتقوم بها الجزيئة الاخرى. الان لنرى الحصيلة او حصيلة النواقل خلال دورة كريبس. إذا خلال دورة كريبس إلى حسبتوا معايا شحال ديال النواقل حصلنا عليهم؟ إذا خلال دورة كريبس إذا المسألة هي مهمة اللي غادي تكون لصالح ديالكم اللي باش تفعلوا مع الأسئلة المتعددة لي كيو سي إل. إذا خلال دورة كريبس إلى لاحظتوا معايا إذا شحال ديال النواقل؟ إذا ثلاث نواقل من نوع إن أ دي اتش اتش بلس، وناقل من نوع اف ا دي اتش 2، وجزيئه واحده من الاي تي بي. اما على مستوى الفضلات فكم من جزيئه من سي او 2؟ دونك الى لاحظتوا من على مستوى الفضلات اذا هناك جزيئتين من سي او 2 في كل دوره كريبس. اذا عزيزي الطالب لاحظ معايا اش قلنا في ظاهره التنفس الخلوي؟ ظاهره من خلالها كنتجو كميه مهمه من الاي تي بي. الى حد الان صراحه ما شفناش هذه الكميه المهمه من الاي تي بي. اللهم على مستوى انحلال الجلوكوز شفنا جزيئتين من الاي تي بي، وعلى مستوى دوره كريبس شفنا جزيئه واحده، اذا ثلاثه الجزيئات. اذا فين هما هذا يعني هذا الرقم المهم؟ اذا هنا تبع معايا، كل دوره كريبس نتجت لي ثلاثه ديال النواقل من هذا النوع وناقل من نوع اف دي اتش 2، زائد تفاعلات المرحله الاولى اللي هو تحول الاسيتيل الحمض البيروفيك الى اسيتيل كوانزيم ا، نتج ليا جزيئه واحده من ال ان ا دي اتش ان ا دي اتش اتش بلس. اذا كل ما سيقع هو ان هذه النواقل سيتم اعاده اكسدتها لانتاج تلك الكميه المهمه من الاي تي بي. السؤال الذي سيطرح، اين سيتم إعادة أكسدة هذه النواقل؟ وهذا ما سنراه خلال المرحلة الثالثة. لذلك أن المرحلة الثالثة ستتميز بإعادة أكسدة النواقل التي ستتم على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري عبر ما يسمى بالسلسلة التنفسية. إذن عزيزي الطالب غادي نطرقوا المرحلة الثالثة، وقلت أن خلال المرحلة الثالثة هي المرحلة التي تعتبر من المراحل المهمة في حياة الخلية، لأن شفنا أن مجموع النواقل اللي نتجات من خلال دورة كريبس أو من خلال تحول الحمض البيروفيك إلى أسيتيل كوانزيما أعطاني واحد مجموعة من النواقل، بحيث أن هذه النواقل ستتم إعادة أكسدتها على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري.
الغشاء الداخلي للميتوكوندري له بنية خاصة، بحيث أنه يختلف على الغشاء الخارجي لهذا العضين. الغشاء الخارجي في تركيبته الكيميائية في المجمل يشبه الغشاء السيتوبلازمي للخلية، إلا أن على مستوى الغشاء الداخلي نجد على مستواه بروتينات ذات وظيفة يعني معينة. هذه البروتينات تسمى أو تشكل ما يسمى بالسلسلة التنفسية. إذا لاحظتم معايا على مستوى هذا الميبيان، لاحظوا معايا أن هناك مجموعة من البروتينات، مثلا البروتين رقم 1، 2، 3، 4، وبروتين له شكل خاص. بين هذه البروتينات هناك ما يسمى بالسيتوكروم، سيتوكرومات. هذه السلسلة التنفسية هي البنية الوظيفية اللي غادي تساعد على إعادة أكسدة النواقل. إذن لاحظوا معايا، إذن أولا بالنسبة هنا على مستوى الميتوكوندري، هذا الجانب يشكل الماتريس، إذن الحيز الداخلي للميتوكوندري. في الجانب الآخر ما يسمى بالحيز البيغشائي. إذن ماذا يقع؟ لاحظ معي عزيزي الطالب أن الناقل NADH والFADH2 يعاد أكسدتهما على مستوى يعني بروتينين مختلفين، وهذه مهمة، بحيث أن الناقل NADH كيسلم الإلكترونات إلى البروتين 1، والFADH2 كيسلم الإلكترونات إلى البروتين رقم 2. هذه البروتينات تقوم بنقل الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية، بحيث هذه الإلكترونات تصل إلى المركب رقم 4. ونلاحظ معايا أن الطاقة أو الحالة الطاقية للإلكترونات تكون تنازلية عندما تنتقل من 1 أو 2 نحو المركب رقم 4 لتعود إلى ماتريس الميتوكوندري. ولاحظتوا معايا السؤال اللي طرحت، أين يتدخل الأكسجين؟ وهنا وقيلا يعني وصلنا باش نجاوبوا على هذا السؤال. لاحظوا معايا أن عند إعادة الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية وإعادتها إلى الماتريس، ماذا تجد كمستقبل؟ تجد الأكسجين. لذلك يعتبر الأكسجين المتقبل النهائي للإلكترونات ليختزل ويتشكل الماء. العملية تستمر. أن البروتونات المسلمة من طرف النواقل على مستوى الماتريس، هناك طاقة، بحيث هذه الطاقة تدفع بهذه البروتونات لتعبر الغشاء الداخلي وتستقر في الحيز البيغشائي. ماذا يقع؟ هناك ارتفاع في تركيز البروتونات H+، مما سيؤثر على قيمة pH. إذن ارتفاع pH على مستوى الحيز البيغشائي مقارنة مع الماتريس. إذن هذه الحالة، عدم التوازن بالنسبة للميتوكوندري، ستعمل هذه الأخيرة على يعني تقويم هذا الخلل، بحيث أن البروتونات المركزة التي خلقت ممالا من البروتونات على مستوى الحيز البيغشائي ستعود إلى الماتريس، ولكن ليس بنفس الطريقة، لأن شفنا هنا أن البروتونات بالنسبة للغشاء نفود لها. أما عند الرجوع فهذه البروتونات ستمر عبر هذه البروتين يعني النوعية المسماة بالكرات ذات شمراخ أو الأتيبي سنتيتاز. مرور البروتونات عبر الكرات ذات شمراخ سيكون حافز طاقي سيساعد على تفسفر الأدبي. أدبي زائد بي زائد طاقة ستنتج لنا أتيبي. إذن العملية كلها يعني تتركز في مجموع هذه التفاعلات التي تقوم على مستوى السلسلة التنفسية. إذن بقي الآن إلا نوضع واحد الحصيلة
كم من جزيئة من الـ ATP تنتج من خلال هذه المرحلة اللي هي المرحلة الثالثة؟ هذا ما سنقوم به الآن. إذن عزيزي الطالب، شفنا خلال المرحلة الثالثة اللي من خلالها شفنا إعادة أكسدة النواقل على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري عبر السلسلة التنفسية، وشفنا الميكانيزمات اللي تزم منهم إعادة أكسدة النواقل لإنتاج الطاقة الكاملة في الـ ATP. الآن غادي ندوزو الحصيلة الطاقية. إذن قلنا من خلال ظاهرة التنفس الخلوي أن الحمض البيروفيك كيتعرض إلى الإنحلال ديالو أو الجليكوز، عفوا قلنا الجليكوز أنه كيتعرض خلال الإنحلال ديالو على مستوى الجبهة الشفافة يعني على مرحلتين، مرحلة على مستوى الجبهة الشفافة اللي من خلالها تنتج جزيئتين من الحمض البيروفيك، إذن اللي كيمر عبر انحلال الجليكوز اللي كيعطينا 2 ATP و جوج نواقل من نوع جوج NADH H+. الجزيئتين من الحمض البيروفيك المنتجة كتستمر الانحلال ديال الحمض البيروفيك على مستوى ماتريس الميتوكوندري، وخلال الجزيئتين بجوج كنحصلوا على 2 ATP، كل ATP خلال دورة كريبس واحدة 8 نواقل من نوع NADH H+، 4 نواقل خلال جزيئة واحدة، وجزيئتين من الـ FADH2. وقلنا بأن هذه النواقل هما اللي تعرضوا إلى إعادة الأكسدة على مستوى السلسلة التنفسية. إذن لاحظ معايا حصيلة النواقل. إذن بين ما وقع على ماتريس الميتوكوندري والحلال الجليكوز، إذن كنتوفروا على 10 نواقل من نوع NADH H+. بالنسبة للنواقل FADH2 إذن هناك جوج ديال النواقل. نعلم أن أو يجب أن تعلم أن جزيئة واحدة من الـ NADH تنتج 3 جزيئات من الـ ATP، وجزيئة واحدة من الـ FADH2 كتنتج ليا 2 ATP. إذن التفاعل الحصيلة غادي يكون على هذا الشكل. يعني هنا يمكن لك عزيزي الطالب تقوم بواحد العملية حسابية وغادي تلقى بأن مول واحد أو جزيئة من الجليكوز زائد 6O2 كتعطينا 6CO2 زائد 6H2O زائد 38 ATP. إذا هذا هو العدد اللي غادي تلقى من خلال الحساب ديالك لهذه النواقل زائد حرارة. إذا عزيزي الطالب أنت مطالب بمعرفة هذا التفاعل الحصيلة لظاهرة التنفس الخلوي. إذا هنا غادي نركز على واحد الشيء اللي بقات ليا كمعلومة أخيرة. لاحظتي معايا عزيزي الطالب أنني طرحت واحد السؤال في الفيديو الأول أن الجليكوز له طاقة كيميائية كاملة في الجزيئة تقدر ب 2840 إلى 2860 كيلو جول حسب يعني درجة الحرارة. الآن لاحظ معايا، إذا مثلا قلنا أننا نعلم أن جزيئة واحدة من الـ ATP، جزيئة واحدة من الـ ATP، وهذا شيء مهم، يعني جزيئة واحدة من الـ ATP إذا تعرضت إلى الحل ماء كتنتج ليا 30.5 كيلو جول. إذن الله يرضى عليك، بغيتك أن تدير عملية حسابية، 30.5 جول ضرب عليا في 38 ATP، وغادي تشوف الحصيلة الطاقية اللي كتنتج الخلية على مستوى دائرة التنفس. وإلا قارنتي القيمة مقارنة مع 2840 أو 2860 غادي توجد بأن الطاقة الكامنة في 38 ATP يعني أصغر مقارنة مع الطاقة الكامنة في جزيئة الجليكوز. ماذا وقع؟ الذي وقع هو أن خلال التفاعلات هناك ضياع للطاقة على شكل حرارة. إذن هذا شيء مهم، وهذه الحرارة إن شاء الله غادي نشوفها في الحصة أو الوحدة الثانية عندما سندرس العضلة الهيكلية واللي هو غادي يكون بمثابة درس تطبيقي لهذه الوحدة. إذن عزيزي الطالب أتمنى أنك غادي تكون الآن عرفتي يعني بطريقة أشمل يعني الميكانيزمات اللي كتعلق بالتنفس الخلوي. ما بقى لي إلا نعطيك موعد في أقرب وقت لنشوف الظاهرة الاستقلابية الأخرى اللي هي ظاهرة التخمر.
إلى ذلك الحين أستودعك الله وإلى اللقاء.